تبدو الأمور طبيعية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، فلا شيء يبدو مختلفا لما هو عليه. فالشمس مشرقة وحارة كحالها المعتاد عليه في سائر الأيام، أما حركة مياه البحر فلا تزال هادئة ومستقرة حتى الآن على الأقل. لكن هذا الهدوء لا يخفي حالة القلق لدى السكان الذين يترقبون وبحذر بدء التأثيرات المحتملة للحالة المدارية لوبان بعد أن تحولت لإعصار مداري من الدرجة الأولى، والذي ينتظر أن يضرب سواحل المحافظة خلال الساعات المقبلة. نسمع حول الإعصار القادم، هذا شيء يعني يسبب خوف للمواطن التعبان المسكين الذي في بيت صنادق وفي بيت قديم من بيوت المكلا وبعض المدن والقرى، يعني يكون أكثر قلق وخوفا في هذا الجانب. مع قاتل المواطنين بعد ما تخلف الأمطار يعني انسداد في الطرقات والشوارع. لجنة الطوارئ التي شكلتها السلطات المحلية بدأت أعمالها باتخاذ عدد من الإجراءات الأولية والتدابير الاحترازية للتعامل مع تلك التأثيرات، تشمل إعادة فتح وتصفية مجاري السيول عبر رفع وإزالة المخلفات المتراكمة التي تسد مجاري العبارات وقنوات تصريف مياه السيول والأمطار التي يتوقع أن تهطل بغزارة شديدة. السلطات الصحية بدورها رفعت الجاهزية القصوى لطواقمها الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بكافة مديريات الساحل، ورفدها بالكوادر والأدوية ومعدات الإخلاء الطبي لتكون مستعدة لأي طارئ. الغربي وسيارة إسعاف جاهزة مع طاقم طبي معادية، وأيضا في وسط المحافظة في مركز صحي شحير في إسعاف وإخلاء جاهزة، وثنتين اسعافات، واحده فوق عبد الله غريب عقبه عبد الله غريب باتجاه الوادي، وواحده تحت عبد الله غريب. هذا الاسعافات ومراكز الاسعاف الطوارئ جاهزه للاخلاء والاسعاف الاقرب مركز. والحال لا يختلف بالنسبه لميناء المكلا الذي اوقف حركته الملاحيه مخصصا ارصفته لرسو وربط السفن الصغيره والخشبيه، فيما طلب من السفن التجارية الكبيرة المغادرة والإبحار غربا صوب منطقة أكثر أمانا. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.